ان ميسي يستحق الكارت الاصفر. طيب نروح لصديقنا العزيز والصحفي الكبير استاذ احمد عبد الباسط عشان نتكلم معاه عن المنتخب الاول شويه، خصوصا ان احنا عندنا كلام كتير جدا بخصوص المنتخب خلال الفتره الحاليه والاداء اللي كان سيء بنسبه كبيره جدا في مباراه كينيا. يا ابو احمد مساء الخير عليك. مساء الفل، برحب بك امير وبرحب بكل المشاهدين وببارك لك على الجائزه. معلش جايه متاخره مني بس ظروف الشغل. والله حبيبي يا احمد، والله انت من الناس المحترمه والناس الشاطره جدا في مهنتها، وعايزين نستفاد منك في المداخله دي بمعلومات كتيره جدا عن المنتخب الاول وخصوصا بعد المباراه بتاعه كينيا 1-1. ايه الاخبار عندك؟ ايه الجديد؟ خليني اقول لك ان هم الاول المنتخب وصل جزر القمر واتدرب النهارده الساعه 4 بتوقيتهم هناك، 3 بتوقيتنا هنا. بنطمن الناس على البعثه في المقام الاول. من ناحيه الكابتن حسام البدري في التدريبات ريح اللعيبه الاساسيين اللي لعبوا ماتش كينيا، واللعيبه الثانيه اللي ما لعبتش كان في تدريب ليهم النهارده مع الكابتن طارق مصطفى. برضو خلينا بقى نتكلم على المردود او رد الفعل الطبيعي بعد المباراه الاولى. رد الفعل كان غير متوقع من الجهاز الفني طبعا ومن الراي العام والاعلام تجاه المنتخب الوطني. في عده اخطاء تم ارتكابها، او الخطا انه الخاص بلاعيبه نادي بيراميدز، هل كان القرار بتاع الكابتن حسام البدري صح ولا غلط، خصوصا انه قرار الكابتن حسام البدري، والكلام ده يمكن اول مره نقوله، ان هو تعارض مع قرار اللجنه التي تدير اتحاد الكره. اللجنه اللي كانت بتدير اتحاد الكره قالت انه نادي بيراميدز هيطلع بيان يا كابتن حسام بالليل، وبالتالي احنا ناخد اللعيبه دول انت بتحتاج ليهم، لانهم ما كانوش لعيبه قليله، اتكلم في 6 لعيبه. الكابتن حسام قال لهم لا، انا طالما ما جوش ركبوا الاتوبيس خلاص اللعيبه دي مش معايا. فالقرار اتضح تاثيره السلبي لما شفنا، لانه ما كانش عنده حلول، ما كانش عنده بدايل. بعد اصابه لا قدر الله حسين الشحات مثلا، مش هتلاقي حد، مش هتلاقي حد موجود في المنتخب. كان معاه اسلام عيسى، عمر جابر يقدروا يحلوا الموضوع دوت. فنيا برضو الكابتن حسام البدري اللي انا عرفته ان هو برضو حصل ازمه، انه بعد المباراه بينه وبين محمد النني، انه محمد النني قعد احتياطي، وانه محمد النني حتى ظهر عليه وهو نازل المباراه، كان نازل كده مش محمد النني اللاعب اللي نازل ان انا اجريسيف ان انا اقدر اغير الدنيا، في تراخي في اداؤه شويه. بدري لا، انا ما اقعدش احتياطي، ولكن انا عرفت ان هو حصل مشكله انه محمد النني قعد احتياطي. عارف ان مردودها هيكبر بعد المباراه اللي جايه. الكابتن حسام، الكابتن حسام اتعامل ازاي مع اعتراض محمد النني يا احمد؟ ما هو بص، الكابتن حسام الموضوع اختلف دلوقتي امير، انه بيتعامل مع لعيبه كلها خلاص الليفل بتاعهم والمستوى بتاعهم اتغير تماما، غير اللعيبه اللي كنا بنعرف المدربين المصريين يتعاملوا معاهم. فعشان كده لما كان حد يقول لك لازم مدرب اجنبي، لانه اللعيب المصري عشان بس نحط نقط على الحروف قدام الناس ما بيحترمش غير المدرب الاجنبي. فبالتالي الكابتن حسام تعامل ان هو كان بيهدي، انه لازم نهدى والامور تمشي مسارها الطبيعي، ما مش هيقدر يعني ياخد اجراء في الوقت الحالي، لانه مش هيبقى اول معسكر في عده قرارات. اولا انه مثلا صلاح مش موجود عشان الاصابه، وبعض الناس تقول مصاب مش مصاب. ثانيا استبعاد لعيبه بيراميدز. ثالثا هيبقى مشكله جديده مثلا محمد النني. فالموضوع اصبح وأزمة شرط في قيادة منتخب مصر، فالأزمات كتير بتواجه الكابتن حسام البدري. فهو عمال ماشي ان هو بيدي حقن بنج بحيث ان هو يهدي الدنيا في كل المشاكل اللي بتظهر له، لأنه كان عايز يكسب أول ماتشين وبحيث ان هو يكسب الجمهور في ظهره وفي صفه. ولكن طبعا النتيجة بتاعت التعادل في ماتش كينيا مع الأداء اللي بيقدمه المنتخب الأولمبي الناحية التانية، فالأمور أصبحت صعبة جدا عند الكابتن حسام البدري. يده على قلبه جدا من الماتش اللي جاي. جزر القمر فرقة مش سهلة خالص، فرقة عندها إمكانيات فنية عالية وبتعرف تلعب مع الفرق الكبيرة، شفنا ده مع الكاميرون ومع المغرب لما لعبتهم المرة اللي فاتت في التصفيات. أعتقد إن الأمور صعبة شوية عند الكابتن حسام البدري، ولكن يعني هو لازم يفصل ده كله ويتعامل مع اللاعبين نفسيا، لانه بعد ماتش اللي جاي دوت المنظور هيختلف تماما للمنتخب الاول طبعاً. في ظل ظهور 11 او 13 لعيب مع الكابتن شوقي غريب، الناس معوله عليهم امال جديده جدا الفتره اللي جايه. ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه يا بيس. طيب في بعض الاخبار اللي طلعت ان ممكن يبقى في تغيير في التشكيل بتاع الجهاز الفني بعد المباراه القادمه، هل الاخبار دي صحيحه؟ شوف، دردشه مع احد اعضاء اللجنه الفنيه، قال لي انه ما ينفعش احنا نقول كده، وما ينفعش، احنا لازم نفضل داعمين للكابتن حسام البدري طبعا. عنده ماتش مهم جدا. ولكن بالورقه والقلم
ده كلامه هو مش كلام انا، بالورقه والقلم اذا خسر المنتخب الوطني قدام جزر القمر انت خسرت من فرقتين المفترض طبيعيا ان هم بينهم وبينك يعني سنين ضوئيه يعني في كره القدم. فبالتالي المردود هيبقى سيء عند الراي العام والجمهور. هل ان هو يتم الاطاحه بالكابتن حسام البدري؟ قال لي هيبقى قرار مستعجل جدا وهيأكد فشلنا احنا قبل فشله هو، يعني فشل اللجنه في اختيار الكابتن حسام قبل فشل الكابتن حسام البدري. ولكن قلت له طب لو عندك اقتراح بديل؟ قال لي انا لو عندي اقتراح بديل وخلاص وبقى امر واقع مسلم بيه انه يتم تصعيد الكابتن شاوي غريب مثلا بالفرقه بتاعته ويلعب هو الاجنده التوليه كلها كاستعدادات للاولمبياد، ده اذا حصل يا امين يعني اذا حصل الكلام ده. ولكن اعتقد انه وزير الشباب والرياضه واللجنه لا هيلموا الدنيا شويه مع الكابتن حسام البدري، خصوصا ان هو عنده المباريات اللي جايه ايضا سهله، يعني مش هنخلص مثلا نروح نقابل غانا ولا نيجيريا، لا عنده مباريات سهله يقدر يبني فيها المنتخب. وهو طبعا هيقدم تقرير ان هو عنده اعذار كثيره جدا، منها اصابه اهم لاعب عنده محمد صلاح، منها استبعاد لعيبه بيراميدز، منها اسباب كتير. فاعتقد ان ده مش هيبقى مطروح قوي، ولكن قلت لك الحل اللي ممكن يتكلموا فيه او ان الاعلام يتكلم فيه الفتره اللي جايه هو الحل بتاع المنتخب الاولمبي اللي قلت لك عليه. طيب المباراه القادمه مع جزر القمر هل هيبقى في تعديلات في التشكيل طبقا لمعلوماتك بقى طبعا؟ يعني ايه التشكيل اللي ممكن يلعب؟ بص هو بالنسبه للمعلومات لحد دلوقتي ما فيش اي اصابات الحمد لله، ولو ما فيش اصابات هيلعب بنفس التشكيل الكابتن حسام البدري. ان هو برضو محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد حجازي، وللعلم المره اللي فاتت رامي ربيعه كان هيبدا اساسي ولكن برضو كده يعني ايه خلينا ما نهدش في حاجات كتير في المنتخب. الامر انتهى لانه احمد حجازي هو اللي يلعب ومحمود علاء. الناحيه الثانيه احمد فتحي هو كان هيبتدي على حساب مين، احمد حجازي ولا محمود علاء؟ لا كان على حساب احمد حجازي. تمام عشان تبقى الرساله وصلت يعني. طبعا. الناحيه الثانيه احمد فتحي ناحيه اليمين، عبد الله جمعه ناحيه الشمال. في قلب الملعب طارق حامد، وعلى فكره اللي كان جنب طارق حامد من الاول كان حمدي فتحي لولا اصابته عشان كده كابتن حسام البدري دفع بالسوليه مش محمد النني، وهم برضو الاثنين مكملين. وان كنت اشك يعني ان الكابتن حسام البدري قد يدفع بالنني مبكرا على حساب السوليه، ما يعني دي لسه ما وصلتش فيها المعلومه مؤكده. قدامهم قفشه نفس الكلام، حسين الشحات وتريزيجيه زي ما هم، وكهربا في الخط الامامي. مش هيلعب كتير في التشكيل لانه هو شايف انه ده التشكيل الانسب بالنسبه له، وفي نفس الوقت انه لعب وادى بس ما كانش عندهم توفيق بقى ان هو يحرز اهداف، فهو لعل وعسى. وكمان برضه ما فيش عنده لعيبه، ما هي اللعيبه كل ما كان الدنيا واقعه خالص مع كابتن حسام يعني. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أحمد على هذه المعلومات القيمة والمميزة جدا. أستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير قال لنا أمور كثيرة تتعلق بالمنتخب الوطني الأول، خصوصا بعد الأداء الهزيل اللي حصل للمنتخب أمام منتخب كينيا في مباراة ما حدش كان يتوقع إن احنا ننهي المباراة بالتعادل. كان مهم قوي إن أنت تبتدي مشوارك ب